للوالد ايوه انت واضح ما عليك انا بعطيك الحوار بس انا جاء الصدى بشربه لا لا خلك خلك ان جاء الصدى اسلم عليك يبدو انه جاء ها هلا عمر نعم بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا جد الله يحييك ويبقيك وراك تو انه صوتك حزين وش السالفه ضايق صدري اعوذ بالله الله لا يضيق صدرك علمني وش السالفه قل لنا وش فيك والله اني تعبت من كثر الكلام يا ولدي اي كلام بس وضح لنا يا الغالي وتعبت وانا اشكر ربي الشكوى لله سبحانه وتعالى وش فيك بلغنا وراك تون وراك حزين فيك نبرة حزن ونبرة صوت ودمع وبكى وش فيك عسى الله يصلح الحال اللهم امين وش اللي صاير يا ولدي عيال اخواني انت عم اي يا ولدي انا عم وعيال اخوي ايه عيال اخوي قاطعيني يا ولدي من فترة ايش من سنين يا ولدي شلون من سنين؟ من سنين لا شفتهم ولا شافوني قصدك ايش من عيد الى عيد ولا كيف؟ من عيد الى عيد يا ولدي واشوفهم بس 10 دقايق يعيدوني يمشون يا الله يا الله